تعالوا نعمل شوية بسبوسة دايبة دوب رهيبة. صحيح انتوا بتحبوها دايبة ولا ماسكة نفسها؟ يعني هي دي بتدوب قبل ما تخش البق. نبدأ نجهز الخليط. نص كوباية سمنة سايلة عليها نص كوباية حليب، يفضل حليب سخن طبعا، ونديهم تقريبا مع بعض. هننزل بمعلقة كبيرة عسل وبرضو ندوبها في الحليب والسمنة. يجي بقى للسميد، ده عبارة عن 366 جرام، هو كيس بيتباع على بعضه كده، بسبوسة بجوز الهند. هننزل بيه، هنديله تقليبة بس، يدوب بس يشربه من بعض، احنا مش عايزين نقلب، مش محتاجين نقلب كتير، هي بس تقليبة بس عشان يشربه من بعض. هنجيب صينية مقاس 25 أو 26، هننزل بالخليط بعد طبعا ما ندهن الصينية سمنة، نتأكد ان احنا دهناها كويس سمنة في كل حتة. زي ما احنا شايفين الخليط سايل، فاحنا هنحطه في الصينية ونبتدي نهزهز الصينية كده، نهزها يمين وشمال وتحت كده، ايه، هنلاقي ان الخليط اتوزع وبقى في القعر تمام. هنسيبها 10 دقايق ربع ساعة قبل ما ندخلها فرن 180، هتقعد تقريبا تلت ساعة. نبتدي نجهز الشربات، كوباية سكر عليها كوباية مية على نار متوسطة طبعا، الكلام ده، معلقة صغيرة ماء ورد او رشة فانيليا اللي هو كيس الفانيليا الصغير، نديها عصرة نص ليمونة، ونسيبهم على النار او نديهم تقليب، احنا عايزين السكر بس يدوب مش اكتر، مش عايزينها تتقل، هو السكر يدوب بس. شوية البسبوسة وهي في الفرن هنستنى الحواف تبتدي تاخد لون، بعد كده نشغل الشواية خفيف لحد ما تاخد لون كلها. خدت اللون وبالنسبة لنا تمام، اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة هننزل عليها بالشربات، الشربات سخن بارد مش هتفرق، المهم ان البسبوسة تبقى سخنة. هننزل بكمية الشربات اللي احنا عملناها، ومجرد ما هننزل بيها هنلاقي ان ايه البسبوسه بتشربها يعني شرب، بس مش هتاخد وقت خالص. سيبها طبعا تبرد قبل ما نبتدي نقطعها او اي حاجه، عشان ناكلها ايه بارده كده وملزلزه وهي ايه بتدوب دوب.